متابعين صدى البلد، أهلا بكم من جديد في واقع في منطقة عين شمس محافظة القاهرة، الواقع لأم جحدة حرضت بنتها إنها تنط من الدور الرابع علشان تروح لها. تفاصيل الواقع يمكن غريبة شوية. الأم سابت ولادها من فترة لوالدهم بعد الانفصال، ورجعت تاني خبطت على بنتها وقالت لها لو بتحبي ماما انزلي لي من الدور الرابع وانا هاخدك من بابا وهربيكي احسن بكتير. والبنت فعلا سمعت كلامها. احنا دلوقتي مع الاب اللي هيحكي لنا كل التفاصيل اللي حصلت. استاذ سعيد، ايه اللي حصل من البدايه وايه سر الخلافات بينك وبين الام؟ والله هي طلبت ان هي تتطلق، فايه المشاكل بقى لها بتاع 3 سنين. فالمهم جت ايه اخر ما قلت يا بنت مش هترجعي؟ لا مش هرجع. حتى دخلنا ناس اللي هي تصلح، فقالت لا انا عايزه اتطلق. فانا ضيعتها، طلقت، زهقت بقالي بتاع 2.5 سنين ولا 2 و3 شهور. فانا لما زهقت الموضوع خلصنا وبتاع، دخلوا ناس وايه قالوا خلاص نطلقه. فروحنا عند المخزون طلقنا وخلصنا. قلت ايه نستحق إيه؟ يعني نريح نفسنا من المشاكل دي حتى ما هي راحتها الطلاق، فطلقنا يعني. المهم بعد ما طلقنا طبعا هي مش سايباني برضو بحالي، كانت تروح للاولاد تسخنهم عليا وكسروا الحاجه اللي بالشقه. هي خدت حاجتها بالزياده كده. هي بعد الانفصال سابت لك الاولاد من الاربعه؟ المهم ايه برضو مش سايباني بحالي، تيجي الشقة وتسلط العيال عليا وابوك وحش وما تسمعوش كلامه، وحتى كلام الام امها وابوها وقرايبها يعني برضو كانوا يسخنوها، تيجي للعيال اللي هي ايه ما تسمعوش كلام بابا، ما تسمعوش مش عارف ايه، ما تعملوش ايه الكلام ده كله. المهم قلت بقى استحمل وايه وعدي الظروف دي لغايه ما العيال تكبر شويه ويكبروا ويفهموا مني مين الوحش. المهم ايه حتى بدخول المدارس، انا عندي بنت في سنه اولى لسه اول سنه ليها، دخلتها وبتاع المدرسه ووديتها المدرسه ووديت احمد في سنه رابعه ورودي في سنه خمسه الكبيره اللي وقعت دي، وديتها حتى المدرسة. حتى لما رحت وديتها المدرسة ودخلتها دروس، بقت تروح الدرس تاخد البنت تخليها عندها بتاع 4 5 ساعات عشان أنا أقعد ألف عليها. المهم إيه رحت جاي إيه قعدتهم المدرسة، ما أنا بقى أدور ولا أشوف شغلي ولا مش عارف إيه. المهم إيه قعدتهم المدرسة، ابتدت هي بقى تيجي هنا البيت وايه وتسخنهم عليا، اعملوا ما تسمعوش كلام ابوكو. حتى خدت الواد احمد بقى شغلته كمان في محل كاوتش، اللي هو طفل لسه ما يشتغلش، الطفل ده عاوز يتعلم عاوز ده. لا خدته عشان يجيب لها فلوس. المهم قعدت البت برضه، انا خفت عليها، قعدت وايه حبستها في البيت يعني، قفلت عليهم في المبتاع على اساس ما ينزلوش وبتاع، ولا مدرسه ولا حتى عاوزين اعلمه. المهم جينا في يوم البنت خدت مني فلوس من المحفظه تديها لها، قلت لها ليه كده يا بنتي؟ قالت لي دي ماما اللي قالت لي خدي فلوس من بابا. المهم بقول لها ليه كده؟ قالت لي خلاص لما تيجي قولي لها هات الفلوس اللي انا ايه اللي انت خدتها من بابا، هي ملهاش حق اللي تاخدها، تم احنا منفصلين من بعض ملهاش حق ايه تاخد مني فلوس. فكلمتها ماما، انا قلت لها يا رود انا نازل الشغل ولما تيجي ماما تجيلك ورا البيت قول لها هات الفلوس. المهم هي فكرت في دي اللي هي ايه خلاص يا رودي انت اتم كده، تعالي هاتي حب وانزلي من عليه. دي مامتها جت مامتها بقى، وتعالي اخدك زي احمد وقعدك ايه معايا. المهم عملت كده البت طبعا زي ما قلت لك استاذ عمرو المفرش، على المفرش البت قعدت تربط فيه لغايه ما ايه بتاع بقى طول.
المهم المسافه بتاع دعيب، اول ما البت جابت جرجل مش عارف ايه وطلعت على الشباك عشان تنزل بايه بالحب ده من الدور كام؟ ده من الدور الرابع. المهم البت راحت ايه طبعا الحبل ده اول ما نزلت راحت نزلت على الارض. المهم المباحث جت خدتني رحت مامه عمرو اتصلت بيا انت فين، قلت لها انا ايه انا في الشغل في حاجه، قالت لي لا ما فيش حاجه يا ست كده في حاجه، قالت لي البنت وقعت بس ما فيهاش حاجه كده ايه انا الواحد دماغه شد. المهم رحت جاي كنت في المحل قفلت المحل وجريت على هنا، راحت رنت عليا ام عمر قالت لي لا هم خدوها وراحوا المستشفى الاردني. رحت فعلا المستشفى الاردني، اول ما دخلت الامين قال لي انت ابو رضينا، قلت له علي هات بطاقتك، قلت له اتفضل. المهم ما كملتش يا دوب دخلت على البيت وطلعت لقيت المباحث خدت حققت معايا طبعا في خدونا على الاسم وحققوا معايا وايه اللي حصل، قلت له انا ما اعرفش حاجه يا باشا، انا كنت سايبهم في الشقه ما اعرفش هي وقعت غصب عنها ولا ما اعرفش. المهم ايه هم عملوا له محضر اهمال طبعا، وكانت ساعتها رودينا في كانت في المستشفى، كانت ساعتها كانت رودينا في المستشفى ما اعرفش عنها. هم اول ما وصلت ما كملتش 5 دقايق وخدوه الضابط جه خدوه. المهم جيت بالليل هم عملوا تحريات وسألوا الجيران المباحث اللي قال ابوهم كان في البيت، وحتى كان معايا عيلين اللي هو حمزه ولولا، معايا عيلين اقل